لم تعد غزة هي الحدث، يؤسفني أن أقول هذا، ولكن هناك من خطف الأضواء منها رغم كل البطولات التي يسطرها الغزاويون والتاريخ الذي يحفرون أسماءهم على جبهته بأحرف مدادها الدم وعبيرها المسك. ولكن هناك من أبى أن يكون الغزاويون وحدهم عنوان القرن 21، فأراد أن يذكر معهم بقوة حتى ولو من أجل أن تبصق عليه الأجيال القادمة والتي تليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الرحمن الجن وهذه حلقة أخرى من الغربال. جعلني في لجنة هو يرأسها، فنلتقي بسبع مرات، ما رأيت أذكى من سجلوا عني. يا شيخ تقدم له البحث اللي 100 صفحة يقرأه سريعا ويوقع على السطر اللي فيه ملاحمة، عنده قراءة خاطفة، الأرقام حضور ذهني عجيب، هو عزعيم استثنائي، قاله الغرب والشرق قبل ما نقول أحد. صحيح. لا أظن أحدا سينازع القرني في جائزة القرن الذهبي للنفاق والتملق والتلون، فله اجتهادات كبيرة قبل هذا وبعده لا يتورع عن تكرارها واستحضارها، حتى لكأنه يخشى أن يجد له المعتذرون عذرا أو أن ينزله مؤرخو المستقبل عن عرش التملق وخيانة الأمانة. هل التقيت بالأمير محمد سلمان؟ التقيت بهم يمكن 6 مرات. أول مرة دعاني أنا مع سموه يمكن 6 جلسات. أقول باختصار بين قوسين، إذا كان في العلم مجدد ففي الحكم مجدد محمد بن سلمان. العبقرية في الملاحظة، في الانتباه، في الاستحضار، في الثقافة، في أخذ القرار الحاسم. نعم، لقد جدد حكم السعودية، فلم يعد هناك هيئة أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وبات كل ناهٍ ولو تلميحاً في تغريدة يصبح عند مجدد حكمك في تأبيده، فقد غيب لنا مجددك أمثال الطريفي والعودة وسفر الحوالي، وتركك لنا طليقاً نتعظ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب. الأمر تعدى عند سيدك الفسق والمجونة واستجلاب الغواني وإقامة حفلات العهر وإهدار الأموال على لاعبي الكرة والمتصارعين على الحلبات، فإن هذه الأعمال وجد لها كهنة الجمية والمداخل أعذاراً لا تنتهي، بل وصل بهم الحال أن قال بعضهم الملك أو رئيس الدولة أو تخيل أن للحاكم سواء كان ملكا أو رئيس دولة إلى آخره له نصف ساعة في التلفزيون يخرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر، مش موقفنا منه؟ على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر، لنفترض مش موقفنا الشرعي؟ إذا كنت أمامه انكر عليه ولو بصوت مرتفع ولو قدام الناس ولو أمام الناس، لكن تراعي المصلحة والمفسدة. أما إذا كنت وراءه لا تذكر اسمه ولا تنكر عليه، بتنكر عليه بطريقة تحرض الناس عليه. بل أصبح حاكمك ومستشاره اليوم يظاهرون اليهود جهارا نهارا في حربهم على المسلمين، وأي مسلمين وفي أي بقعة من الأرض، يناصرون اليهود في صراعهم مع مسلمين الأرض المباركة، قبلة المسلمين الأولى، الشام أرض الملاحم ومئرز الإسلام في آخر الزمان. لقد اختار حاكم السعودية المجدد كما يصفه القرني من اليوم مكانه في زمن الملاحم، فاصطف مع الدجال وأتباعه من اليهود والصليبيين والمنافقين. افتتح خادم الحرمين الشريفين في الرياض قبل أيام أول متجر لبيع الخمر، ولكنه لورعه وتقواه ولأنه مجدد كما يقول القرني فقد اشترط أن يكون الزبائن من الدبلوماسيين، فبيع الخمر لا بأس به، ولكن التدرج كما تعلمون هو من الحكمة البالغة والتجديد. أما عن حكم الترخيص لبيع الخمر في بلاد المسلمين فاستمع. كيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي الأسواق ويعطى رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال؟ لو رأى أنه حرام ما فعل هذا. وقد ذكر العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافر، من استحل الخمر فهو كافر. ابن عثيمين عليه رحمة الله انتقل لجوار ربه منذ عام 2001، ولم يكن يجول بخاطره أن بلاد الحرمين ستستحل الترخيص لمتاجر الخمور في زمن المجدد الملهم الذي يتغنى به عائد القرني. في السعودية انقسم أهل العلم إلى 3 أقسام. القسم الأول أودعه بن سلمان السجون، وهو يكيل له صنوف العذاب سواء لأمرهم بمعروف أو لنهيهم عن المنكر أو لكتابة ما قد يفهم منه عدم الرضا. القسم الثاني آثر الصمت، فالعيش في القصور المرفهة والاحتفاظ بالمزايا والاكتفاء في الوقت الحالي بفتاوى العبادات قبل أن تحرم هي الأخرى أفضل من إكمال الحياة في السجون. أما فريق قرني والمغامسي وسديس ومن على شاكلتهم فقرروا أن ساعة تمايز الصفوف هي الوقت المناسب للتملق والتسلق وصعود هرم الدنيا الفانية، وللآخرة رب كريم، والمبادئ رائعة في الخطب في حال أنك لم تطلب منهم دفع ثمنها. قبل أن نسترسل في هذا وأتكلم عن موقف مشايخ الفرقة الناجية، لا بأس أن نتوقف عند بعض الأخبار الأشد خطورة. بدأ الحوثيون في اليمن كما تعلمون بإطلاق صواريخ طويلة المدى تجاه الأراضي المحتلة، وقامت دولة السعودية باعتراض بعضها بدعوى المرور فوق أجوائها، وهي كما تعلمون تعتبر السيادة على أجوائها خطا أحمر.
رفع الحوثيون من طرفهم سقف التحدي وأغلقوا باب المندب أمام السفن التي تحمل البضاعة للعدو الصهيوني عبر البحر الأحمر. الصهاينة الآن في حرب، وقد كانت تأتيهم سفنهم محملة بالبضائع والمواد الغذائية بطريقة سلسة، وهذا الإغلاق قد يتسبب في رفع سعر الشحن على حكومة نتنياهو، ما يؤدي لارتفاع الأسعار لا سمح الله في تل أبيب. واليهود هناك في حرب كما تعلمون، ونفسيتهم لا تتحمل صدمات في سوق الشوكولاتة ونسكافيه وستاربكس. فماذا حدث؟ لم يتحمل بن زايد وبن سلمان هذه القسوة على الشعب اليهودي الغاصب لأرض فلسطين، فقرر حسب صحيفة يدعوت أحرانوت الصهيونية فتح طريق بري يمر من موانئ الإمارات عبر الأراضي السعودية وصولا لدولة الاحتلال لإعانتهم على تحمل ظروف الحرب وعدم السماح لاقتصاد الصهاينة بالتزعزع، وهم في حرب مقدسة لاجتثاث المسلمين من أرض غزة وإبادتهم أو طردهم. وبن سلمان لا يزال الحاكم المجدد لدى مشايخ السوء في السعودية والمسكوت عنه لدى هيئة كبار المغلوب على أمرهم المفضلين بالطبيعة البشرية للقصور على السجون. من جهة أخرى، هاجم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية دولة الاحتلال بشدة بسبب اتهاماتهم لمصر أنها لا تقوم بضبط حدودها مع غزة. فند رشوان كل هذه الادعاءات الباطلة واستشهد بأن مصر منذ سقوط حكومة الإخوان وهم يقومون بالإجراءات المشددة لخنق غزة، فقد قال نصا وأنا أقرأ الآن لكم من صفحتهم الرسمية: دفع هذا الوضع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي، فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومتر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق. كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد ل 14 كيلومترا عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض. فمصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل. باسل ومغوار أنت يا ضياء رشوان، دمرت الأنفاق وعزلت غزة عن سيناء ورفعت الجدار الخرساني 6 أمتار فوق الأرض و6 تحته، والآن يتهمونكم اليهود بالتساهل. حاشا لله، كيف تتساهلون في خنق غزة وقت الحرب وقد كنتم تخنقونها وقت السلم؟ قبل أن أعلق على هذا، استمعوا لكلام أعلم من في الأرض عن معاونة الكفار على المسلمين. وهذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: هل كل إعانة للكفار على المسلمين كفر وردة أم هناك تفصيل أفيدنا جزاكم الله خيرا؟ لا، ما في تفصيل. لا، يعني إعانة الكفار على المسلمين هذه مظاهرة الكفار، المظاهرة معناها إعانة الكفار على المسلمين، لا يجوز هذا، هذا كفر. نعم. في نفس هذا المقطع ستجدون أيضا كلاما مطابقا للشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. هؤلاء المشايخ لا يستطيع المداخلة والجامية رد كلامهم لأنهم إما يرفعون شأن شيخهم المدخلي بتزكيتهم، فهل تقبلون أحكامهم هذه؟ مفاصلة عظيمة بين الحق والباطل أحدثتها حرب غزة، حرب بين مسلمين ويهود في أرض المسجد الأقصى، تميزت الصفوف وتصادمت الوجوه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. مع السلامة.